السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد من كنداغا كده قوية، رسل الرسالة قوية لبرهان، ونتمنى إن الرسالة دي توصل لبرهان. عليكم والله أعمل شير، بالذات فيديو ده أعمل له شير، فرقم نسمع الفيديو وأتمنى لك. هسه نفهم شنو من التفاوض ده؟ نفهم إنكم انكسرتوا، اتزليتوا، اتهنتوا، ما قادرين، طلبتكم الشغلة، يا أخي ما تخجلوا. يا اخي ما تختشم، والله نحن النسوان دايرين نشيل السلاح ونحارب في الشوارع من اللي بيسووا فيه والدعم السريع والجنجويد، ماشيين تقعدوا معاهم تاني؟ انتوا ليه اتعودتوا على الذله؟ مالكم مشيتوا على الذله والاهانه وتحمل يعني فوق طاقتكم؟ يعني الدعم السريع ده يعني هسه يعقل انكم كدوله عندها قيمه؟ انتوا ما احترمتوا نفسكم. لو الجيش يا برهان والناس اللي انتوا معاه كلكم احترمتوا نفسكم، العالم هيحترمكم ونحن الشعب السوداني هنحترمكم. لكن طالما انتوا بتذلوا فينا وبتطاقوا في راسنا وبتذلونا للشعوب وبتذلونا للدول وبتذلونا بالطريقه دي، يا اخي انت فشلت. التفاوض يعني انك فشلت وانك ما قادر تحسم الفوضى الحاصله في الخرطوم. قلتوا حرب مدن بتاخذ زمن، صابرين خلاص الليله وبكره، الليله وبكره الناس بتموت والناس جيعانه والناس مشرده والناس عطشانه والناس ماتت والناس انتهت. تفاوض بتفاوض باسم منو؟ نحن الشعب السوداني ما دايرين تفاوض. ابقوا رجال واملوا مراكزكم وارفعوا راسنا، اخجلوا اختشوا، عيب عليكم يا خسي. نحن نسوان السودان متبريين منكم، انتم الرجال اللي بتحرسونا وانتم الرجال اللي بتقفوا في ظهرنا وانتم الرجال اللي نحن بنمشي وراكم وبنزغرد. نحن دايرين رجال، ابقوا رجال يا خسي. اقسم بالله تفاوض الجيش يعني الفشل، لا للحرب، للحرب ليوم القيامة، للحرب للجنجويد، للحرب لحميتي، للحرب للتمرد، للحرب للفوضى وقلة الأدب اللي حصلت استحملتوها. أنا بقول لكم كلمة واحدة بس، راس حميتي والسجم اللي معاه فوق زي راس غردون في القصر الجمهوري، ال ال المردوع والرقيص الرقصو حق المردوع والكيريا دقوها في القصر الجمهوري تدق فيها سينم فوق في القصر الجمهوري. ولا انتوا ما رجال، ولا انتوا ما جيش بيحمينا، انتوا صغرتونا وانتوا مغستونا وانتوا قطحتوا قلبنا. البلد مليان رجال، زحوا منها عشان تشوفوا الرجال اللي بيسدوها وبيملوها، تشوفوا منو بيجي من الشعب السوداني بيقعد في المكان الصحيح ويعمل العمل الصحيح يا خسي. ها رايك شنو برهان من كلام البنية دي يا سيد الغايب؟ قال له كم ما دارين تشتغلوا ساقل ننزل الميدان نشتغل. وقال ده بالمناسبة كثير من الناس بيقولوا نفس الكلام، متأكد من سويتين بعد انا والله نسويين كتار بيقولوا نفس كلامنا. اخونا قال الناس عندهم كل حريه، يعني هسه جيش التأييد هسه اللي قاوا ده نفس التأييد اللي تذكر زمان حمدوك اللي قاوا ناس ضيع الناس ده، نفس السيناريو الجاي. الجيش الشعب السوداني كله بيقول جيش واحد الشعب واحد. اخونا لكم الا ما تخذلونا اخونا، غشوا الناس دي ما تخذلونا اخونا. ونتمنى انه توصل رسالة توصل لبرهان وقادة الجيش. اكرم بقاشكم سامين الكندقات بقولوا شنو تسلموا.